دايماً بتعتمد إن هي تناقش القضايا اللي بتحصل في المجتمع. شايفة هل ده يفيد المجتمع إن احنا نحل المشكلة دي ولا لا؟ أكيد، لأنه عايز أقولك حاجة، لو ما اتكلمناش كلنا كل واحد بوجهة نظر وكل واحد من زاوية مختلفة، الناس هتتفرج على حياتها بطريقة مختلفة إزاي؟ يعني أكيد لازم نبدأ نتكلم بصراحة في الحاجات اللي احنا غلطانين فيها واللي الناس بتغلط معنا فيها، بالذات في الحاجات العلاقات الاجتماعية لازم نبقى صراحة شوية، ولازم نبقى كمان عندنا جرأة ان احنا نتناول المشكلة من أكتر من وجهة نظر، وبطريقة كوميدي مرة وبطريقة لايت مرة، لغاية ما احنا يحصل عند الجيل الجديد أو الأجيال الجديدة يبدأ يترسخ عندها شوية زي ما بيقولوا إيه، كأنه خد خبرات مستعارة من تجارب ناس تانية، فيبقى عنده شوية رولز كده بيفكر على أساسها إزاي يبدأ حياة جديدة، عشان نحاول نقلل من الكوارث اللي بتحصل يعني. في آخر فترة حضرتك قدمتي مسلسل جروبل مامز، شايفة أن المسلسلات الـ 15 حلقة هي أهم من المسلسلات الـ 30 اللي هي بتقدم الفكرة بسرعة وحل المشكلة أسرع؟ مفيش حاجة أهم من حاجة، هو فورمات واضح إنه لقى قبول عند الجمهور، زي لما حصل فورمات الستين حلقة ولقى قبول عند الجمهور، فالخمستاشر حلقة عارفة زي حاجة جديدة، طريقة لطيفة، الناس يعني شافت إنه الفضول بتاع عايزين يعرفوا آخر المسلسل بقى أسرع شوية من إنهم يقعدوا 30 حلقة، فحبوه يعني في رمضان. إيه هي عمل حضرتك الفترة الجاية؟ إن شاء الله في مشاريع حلوة، دعواتكم بالتوفيق بإذن الله، ويبقى كامباك حلو بعد جزيرة غمام. نورتينا في الفترة.